مشاهدي قناة مغرب نيوز، مرحبا بكم. كل شيء تبع المقابلة دي اليوم أمس، المغرب ضد إسبانيا، واحد المقابلة اللي فرحات كل المغاربة. جميعنا خرجنا الشارع وفرحنا، ولكن كلنا سولنا علاش يوسف ما بانش وما خرجش لنا بتصاريح على كرة القدم، بحكم أنه كان مريض. اليوم عرفت المكان ديالو وغادي نمشي نقتحمو باش يحل لنا النتيجة ديال المقابلة. سي يوسف، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جينا عجبنا لك اليوم. مرحبا بكم. مرحبا بك. عرفناك بلي كنتي مريض، ولكن ضروري خاصنا التحليل ديالك على المقابلة ديال اليوم أمس. وأنا ما خدامش، ولا خصني نهضرو في ضروري خصك تدوي معنا وتقول للمشاهدين الرأي ديالك في المقابلة. واخا صوني. كيفاش جاتك المقابلة ديال اليوم؟ أعتقد أنا بغيت نتكلم، أنا لست ملم يعني بكرة القدم بشكل كبير، هذاك المجال عنده دوي الاختصاص ديالو. ولكن الطريقه اللي تنشوف تفاجئ فيها العالم هو سياسه وليد الركراكي. وليد الركراكي في التصريحات ديالو في الاول، حتى ملي مشاو لقطر، الطريقه باش كيصرح مختصره وفيها الغاز، وهذيك الالغاز عندها تحليل، عندها بعد كبير. نموذج ملي كيجي وليد الركراكي وتيقول اول كلمه تيقول لك ديروا النية، خصنا نفهموا هذه الكلمة ديروا النية. ملي غتحلل كلمة النية، كلمة كبيرة عندها أبعاد. وليد الركراكي ابن الدار، وفي نفس الوقت دوز مسار كروي ديالو، ويعلم جيدا مكامن الخلل ومواقع القوة في اللاعب، وتعرف الاحتياجات اللي عند اللاعب. وليد الركراكي ملي مشى وتحمل المسؤولية وكيقلب على هذه التشكيلة، مشى لكل لاعب ما شافوش واش المهم هو يلعب الكره، شافوا امور اخرى كتعلق بالعامل النفسي، التاثيرات ديال هاد اللاعبين في الفرق سواء الاوروبيه او الخليج، او وقدر يدير واحد الشحنه ويخرج الكلمه اللي كيقول ديال نتقاتلوا. هاد كلمه نتقاتلوا هي الروح الوطنيه اللي خرج، يعني بحال كنقول لك خرجتي واحد الطاقه اللي دفينه عند اللعابه، وهذيك اللي خرجتيها، هذاك هو الالماز، هو الذهب، هو كل شيء. النتيجه ديال هذا الكلام هما مابقونوش كيخلعونا الفرق الكبرى اللي عندها مسار طويل، سنين طوال من مدارس كره العالم في كره القدم في العالم. وليد الركراكي ذكي، قال انا ما غاديش نناقش الكره، اللعاب غادي يجي، وهذه مساله طبيعيه، كيتلقى اموال طائله، غادي يجي لبلاده، يقدر يتقاس، يقدر يمشي المسار ديالو. وحنا لقينا العكس، الكل كيضحي بالغالي والنفيس. اي لاعب مغربي الان مع وليد الركراكي مستعد للموت من اجل الروح الوطنيه. منين جات هذا المستوى الان؟ والنموذج خذوا في بلجيكا، خذوا في كرواتيا، خذوا في المقابله الاخيره ديال اسبان. يعني رجعوا للموضوع، كلمه النيه كلمه كبيره، هذا كلام في الغاز، في معنى، عطاء درس العالم. انا ما نقولش افريقيا، تنقول العالم، بانه كاينين طاقات، ولكن طريقه بلوره الموضوع، طريقه اكتشاف، يجب الانصات ما امكن لذاك اللاعب، حيت ذاك اللاعب الا كان مهيئ نفسانيا وعرفتي كيفاش انت تكسب هذاك اللاعب، كيفاش تدخلي روح المواطنه، كيفاش تكون عنده الروح القتاليه، غيعطي. وهذا هو النموذج. المساله الثانيه اللي كيقول هو، تيقول ما درنا والو، هادو كل كلمات فيها الغاز. ما درنا والو، غادي نجاوبو وليد الركراكي، غنقول ليه من اين اتيت بهذا التواضع؟ وانت دخلتي الفرحه المغاربه في المغرب وخارج المغرب، رغم انتكاسات في امور اخرى سياسيه، في غلاء المعيشه، في بزاف الامور. وليد الركراكي ذكي، ملي تعطاته المسؤوليه بدون تدخلات، بدون تاثيرات، قدر يعطيوها النموذج. ناخذ النموذج ديال زياش. زياش لاعب كبير وصعب المنوال ديالو، شخصيته صعبه، ولكن قدرتي انك تكون صديق. يعني خدمتي مدرب وطبيب نفساني، خدمتي بجميع الاجنحه من اجل كسب ذاك اللاعب. النموذج كنشوفوه. وليد الركراكي ذكي وعطى نموذج لإفريقيا والعالم فيما يخص تشكيلة كذلك اللي كيلعب بها، تشكيلة مثالية، روح القتالية،
لغته نكران الدات، حتى العاب ما كيشد الكره كيبقى غادي بها باش يقلب على راسه، الكره كتشد كطاطا. ثم اختار سياسه اخرى، هذه كلها نقط ايجابيه لعند وليد الركراكي، وهي النتيجه لا تهم الوسائل تهم الغايه. كيلعب بالدفاع وتلعب على لي كونتر اتاك، علاش؟ تعرف الا فتح اللعب كاينه امور اخرى غادي يعانيو فيها المنتخب. اللي شاف الاسبان مع كوستاريكا اعتقد 7-0، ولكن شوف كيفاش كانت معنا حنا البارح، ما عندهاش المنافذ، روح القتاليه. هنا غادي نشيدوا كذلك باللاعبين كاملين اللي هما قدر يوصل لهم هذه الرساله بالدارجه المغربيه، دق لهم هذه البرا اللي هي الروح القتاليه وروح ديال المغاربه اللي ما عرفتش كيفاش نوصفها لك. ملي غادي نشوفوا عندنا جوج اللعابه في الاجنحه سواء بوفال ولا زياش تيلعبوا بمهمه مضوبله على جوج المرات، هو اتاكون خصو يمشي باش يدخل يماركي وكيرجع ديفونسور في نفس الوقت، هذا مستوى خيال علمي عطاه المدربين عالميين. وليد الركراكي كيجاوب رضات الوالدين، كيجاوب ديروا النيه عنده ابعاد، كيجاوب ما درنا والو، وهذا ان دل على شيء، ان دل على شيء انما يدل على التواضع والنبل ديالو وروح المواطنه، كما انه شخص ذكي. ملي كيجي وليد الركراكي وتيتكلم تيقول انا كيقولوا هذا ما غيجي بين قوسين، هذا البرهوش غيدي لنا غيفعلنا. كرة القدم كرة صعبة، كل شيء كويري، كل شيء كيفهم في الكرة، كل شيء كيناقش الكرة. صعب النسبة ديال الانتقادات اللي في الكرة كثيرة باش تشد واحد السكة صحيحة بهذه الطريقة وبهذه المنهجية وتقلب الموازين العالم. إذا بغينا نشدوا الأمور شدوها ببساطة، نقولوا الصبليون شنو الفروق اللي عنده؟ فروق عالمية، الريال، البارسا، كيفاش كانت مع المنتخب؟ هذا ذكاء ديالو بمنهجيته بالدعم ديال اللي معاه بطبيعة الحال. وما نساوش حاجة مهمة جدا اللي غنختم بها، هو دور الشعب المغربي اللي ضحى بالغالي والنفيس من أجل تشجيع ديال الفريق سواء في قطر وفي المغرب. الخلاصة في الموضوع، وليد الركراكي يعلم جيدا من أين تؤكل الكتف، شخص ذكي حلل قبل ما يتحمل المسؤولية، قال سؤال واحد، ما هي المميزات التي سوف أختلف بها أنا عن الغير لأثبت أن لاعبي المغاربة قادرين يوصلوا لكأس العالم وقادرين يجيبوه الآن؟ كل شيء ولا دابا ممكن. هذا تحليل هكا كنشوف الأمور، كما معك هذا الشاب موسوعة في التحليل ديال المقابلات وملم وأهل المجال، يقدر هو يحلل لك المقابلة ديال البرتغال. وكنتمنوا التوفيق صراحة للمغاربة، والشكر الجزيل للمغاربة للدعم ديالهم، والله يوفقك أنت كصحفي شاب اللي كنتنبئ لك بمستقبل إن شاء الله، الله يوفقك. شكرا خويا يوسف. خويا عزيز مرحبا بك اليوم. بارك الله فيك. يعني خويا عزيز انت من بين المحللين اللي مشهورين في السوشيال ميديا وكيعرفك تقريبا الكبير والصغير، بغيناك تعطينا اليوم التحليل ديال المقابله ديال اليوم امس بين المنتخب المغربي ومنتخب اسبانيا. والتحليل كان هو كلمه السر، هي روح الانتصار اللي زرعها وليد الركراكي في جميع اللاعبين. وخير دليل شفنا زياش كيفاش كان منضبط تكتيكيا، يعني كان كيمشي بالورقه والسيلو على غير العاده. صعيب انك تسير زياش في العقليه ديالو وفي المزاجيه ديالو في المقابلات، يعني شفناه البارح عطى كل ما عنده هجوميا ودفاعيا، كان منضبط، كنا كنشوفوا كيفاش كان هو كيقطع كرات كانت خطيره على الدفاع ديال المنتخب الوطني، وكيفاش كان هو السبب في مرتدات اللي كانت تعطينا الاسبقيه في كثير من المناسبات. لان معظم الناس شافوا المنتخب الوطني من كامش الدفاع، ولكن ما شافوش بانه كان قادر يخطف الفوز في اكثر من مره في مراحل المقابله. كرات شديره، راسيه اجرد، ارتداد الكره من زياش للنصيري، يعني كلها كانت جزئيات بسيطه. هذا الشيء اللي كان كيلعب عليه الركراكي. الركراكي ماشي مدرب خواف، مدرب عقلاني، كان كيمشي بالورقه والسيلو حسب الامكانيات ديالو، لانه مشى بداك الشيء اللي عنده وبمبدا التحدي، لانك انت باغي تاهل، لان في دور خروج المغلوب ما غاديش نقول لك انت لعبتي مزيان، غنقول لك واش دزتي او لا ما دزتيش، تاهلتي او لا تقصيتي، هذا هو الحساب اللي غنقولوا عليه. لان الجماهير المغربيه ملات من كلمه الاقصاء المشرف، لان الاقصاء ما عمره كان مشرف.
حنا بغينا تأهل بصعوبة وما بغيناش إقصاء مشرف، لأن من حقنا نكونوا في أدوار متقدمة في هذا المونديال وعندنا جميع الإمكانيات، لأن معظم اللاعبين اللي كيأتتوا المنتخب الوطني هم لاعبين كبار من الصف الأول في الدوريات الكبرى، يعني لاعبين كيلعبوا في إسبانيا، لاعبين كيلعبوا في فرنسا، لاعبين كيلعبوا في الدوريات الكبرى في إنجلترا، يعني لاعبين يعول عليهم داخل فرقهم، يعني لبنات أساسية في الأندية ديالها، يعني ماشي منتخب وليد الصدفة، ماشي منتخب غادي بضربة حظ، غادي عن طريق عمل وعن روح الانتصار وعلى مبدأ العائلة اللي حطوا وليد الركراكي في مستودع الملابس، واللي زاد كيف ما كنقولوا من احترام الجماهير الوليد الركراكي طريقته وذكاؤه كيفاش ساير اللاعبين وكيفاش جاب عائلات اللاعبين باش يكون داك القرب العائلي وما يكونش داك التفكير متشتت بانك خاصك تهضر مع عائلتك من بعد اي مقابله او لا قبل من المقابله، ديما عائلتك حداك، ديما عائلتك كتشوف فيك في الملعب، يعني غتعطي كل ما عندك، غتكون مرتاح نفسيا. هذه من الامور الكبيره اللي يلعب عليها وليد الركراكي الجانب النفسي اللي يحترم عليه، لان لعب على الجانب النفسي، لان باش تعطي اللاعب الشحنه الدعم النفسي مهم مهم بزاف بحال هاد المواقف، لان شفنا منتخب كيقاتل، لاعبين كيتحاملوا على نفسهم جايين باصابات وداروا كل ما في جهدهم باش يكونوا حاضرين في مباراه اسبانيا، على سبيل المثال المرابط اللي في ساعات متاخره من الصباح وهو باقي كياخذ في الحقن باش يلعب الماتش، وشفنا الجرينتا اللي دخل بها، ما تقولش هذا لاعب مصاب وعنده اصابه في الظهر وعنده مشاكل انساها وفكر انه يكون في الملعب باش يعاون الزملاء ديالو. هذه هي الروح اللي كنا كنقلبوا عليها، لان احنا ما كانش كينقصنا لاعبين او مواهب، كان كينقصنا منظومه، كان كينقصنا تسيير، كان كينقصنا ناس اصحاب الاختصاص وكتعرف كيف ما كنقولوا بخبايا البيت، خبايا المنتخب المغربي. شفنا مدرب مغربي 100% لا في حوارات ولا في امتصاص الضغط ولا في حمايه اللاعبين، لان شفنا البارح لو كان مدرب ضعيف كنا نخسروا وكنا ما كانش غادي يناقش مقابلات كيف ما خاصها تناقش. الكثير عاتبوا من اللي خرج اوناحي، اوناحي عطى اللي عنده، لان كل لاعب عنده فتره، والمدرب هو الادرى بالكواليس، لان احنا ما غاديش نحضروا الكواليس، كنشوفوا غير 90 دقيقه، ما كنعرفوش شنو كاين في الكواليس. كاينين اللاعبين اللي جايين بالروح، لاعبين بالروح، ما لاعبش بالجاهزيه البدنيه، لاعب بالروح، لان الجرينتا تعطيك نتائج مذهله. مبدا العائله اللي مشى به وليد عطانا النتائج المذهله، لان تحليل مقابله الامس كلمه السر فيه هي الجرينتا وحب الانتصار، بعيد على الخطط اللي حطها وليد، بعيد على الرسم التكتيكي. إلا كنتي باغي تنتصر وكان عندك طموح وكان عندك مبدأ التحدي وكنتي قادر تتحدى، راه غتوصل. هذا الدرس اللي عطاه لنا وليد منذ توليه تدريب المنتخب الوطني، هذا الشيء شفناه، طريقة تعامله مع الصحفيين وأسئلتهم، طريقة تمويهه للصحافة، طريقة كيف ما كنقولوا تحدي، وعرف بأن عنده مواهب تقدر تقارع كبار المنتخبات العالمية، وشفنا هذا الشيء البارح وباقي غنشوفوا، لان حنا عندنا واحد المبدا ديال هذه البدايه ومازال وليد كيقول لك حنا ما درنا والو، حنا المغاربه كنا كنقولوا هذه البدايه ومازال يعني مازال ان شاء الله غنشوفوا الخير مع وليد، ومازال غادي نفرحوا، لان شفنا فرحه كبيره بجميع مكونات الشعب وجميع فئاته، لا اللي في قطر لا اللي في المغرب، حتى صاحب الجلاله شفنا شارك الشعب الافراح ديالو وشاركهم فرحه التاهل، يعني هادشي راه ما بسيطش، يعني شي حاجه في ظل هذا الضغط النفسي اللي كيعيشه المواطن وفي ظل هذا الازمه تبع ازمه، هاد الفرحه راه كتساوي الكثير عند الشعب المغربي. شكرا لك خويا عزيز. خويا يوسف كلمه اخيره. واعتقد هي كلمه الاخيره فيها سؤال، انا كنشكرك على الاهتمام ديالك بالموضوع، وهذه اول مره شي صحفي في مغرب نيوز غيجي يحاورني، هذا شرف ليا، وكنتبئ لك مستقبل زاهر لان كنتبعك وتنشوف الطريقة باش كتشتغل. نرجع للموضوع، هو كيطرح سؤال، هل المغاربة غادي يتقبلوا مازال شي مدرب أجنبي وكانوا كيتقاضوا الملايين؟ لا، لأنه درس اللي عطى وليد الركراكي مثال حي، الرغبة والإرادة. لو كانت الدولة مثلا ما عندهاش الإمكانيات يقدر يضحي بالغالي والنفيس وماله الخاص من أجل المنتخب، لأنه
وليد الرقي تتوفر فيه شروط خاصة تختلف بها عن الغير، الرغبة، الإرادة، العزيمة، هذه كلها أمور كيضحي. وشنو كيقول هو في الأخير، في آخر تصريحات ديالهم بعد المقابلة ديالهم مع الإسبان، قال الحلم ممكن يصبح حقيقة. وهي بالمنطق، الحلم أي واحد يقدر يحلم. حلم أنت دابا كاين في شي دولة، الحلم ما فيهش الفيزا، ولكن هذاك الحلم بالإرادة بالقوة، عرفتي كيفاش تكسب القلوب وتحس باللعابة وخرجت منهم طاقة. المنتخب المغربي منتخب لا يقهر، لهم الإمكانيات يقارع الكبار. كنتمنوا ليه التوفيق وحنا معاه بالقلب وبكل ما أوتينا من قوة. والله يوفقك أنت مشاهدينا الكرام. حمزة صحفي متمكن، كنتمنى ليه التوفيق وتنطلب أنه يا ربي يدعموا معايا هذا الشاب باش يتوفق في المسار ديالو. شكرا الزميل يوسف، كنشكروك. اخ عزيز كنشكرك ايضا على التحليل ديالك. مشاهدينا كنشكركم على حسن التتبع ديالكم، والشكر الاكبر كيرجع للمنتخب المغربي اللي فرحنا. كان معكم حمزه بوقنادر.